الله 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 الشافي ألهمنا الله الشافي ألهمنا أن نتداوى خير دواء بالفعل الهادي أسعدنا وبشارته خير الشفاء الله الشافي ألهمنا وسلامتكم هي غايتنا وبها تشتد عنايتنا جئنا لنحدثكم عنها لنعيش حياة السعداء الله الشافي ألهمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي شبكة قنوات المجد الفضائية، تحية طيبة وأحييكم تحية أنفاس الرياض وشابها، نسيم هدوء والنواظر هجع، فجاءت كأن المسك خالط نفحها لها في أنوف الناشقين تضوع. أبا الزهراء قد جاوزت قدري بمدحك بيد أن لي انتساب، مدحت المالكين فزدت قدرا، فلما مدحتك اقتدت السحاب. أهلا بكم أنتم يا زهر البساتين وعسكر الرياحين، وأحييكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم وقاية الذي يأتي مواكبة للبلاء العالمي كورونا، هذا الوباء الذي أقض مضجع العالم بأسره، نسأل الله عز وجل أن يرفعه عاجلا غير آجل. ومواكبة لهذا الحدث كان هذا البرنامج وقاية الذي نتحدث فيه في جوانب مختلفة ومواضيع متعددة لنصل وإياكم إلى بر الأمان وشاطئ النجاة بإذن الله. والبيوت هي إحدى دعائم هذه المجتمعات القوية والأوطان المحصنة، وإذا كانت البيوت آمنة مطمئنة فإنه سيكون للأوطان شأن آخر، شأن في الرقي والسمو والبناء والعلو ورسم معالم الوطن العظيم. وتنظم جمعية الشقائق الخيرية بجدة حملة آمنة مطمئنة، ويصرنا مشاركة نخبة من مدربات أمومة المدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام من جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعي واعي بالمدينة على ساكنها الصلاة والسلام. إذن نشكر جزيلا جمعية الشقائق الخيرية بجدة دائما على إسهاماتها، ونخبة اليوم من المدربات مدربات أمومة. ولعلي أبدأ بالترحاب هنا بأول اتصال، الأستاذة مريم سعيد الحربي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. الله يحييكم، أهلا وسهلا، أنت مشرفة برنامج أمومة في جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعية واعي بالمدينة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله. الله يحييك. العالم كله يمر بأزمة عالمية، هذا الوباء، هذا الفيروس، ورجع الكثير إلى بيوتهم فوجدوا فيها ملاذا آمنا، وإن صحت العبارة قد شعر يعني الكثير بحجم التفريط ربما في البعد عن الأسرة والأهل، وهذه فرصة رغم أنه تظهر أنها محنة، لكن بدأت المنح لأنه ليس في قدر الله عز وجل شر محض. فلو تتكرم علي بذكر أسباب معينة للأسرة على إدارة الأزمة والتقليل من أثرها. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسأل الله سبحانه وتعالى بداية أن يكشف هذه الغمة بلطفه وكرمه، وما نمر به من أزمات هو جزء من نسيج الحياة، وممكن أن ينشأ في أي وقت وتحت أي ظرف، غالبا ظروف خارجية أو داخلية، ويتباين حال الناس تجاه هذه الأزمات، البعض قد يستسلم وينهزم أو يتسخط ويعترض، وكلا الطرفين لا يساعد على مواجهة هذا الحدث، بينما هناك من لديه الرضا بأقدار الله والتسليم لها وإحسان الظن بالله سبحانه وتعالى وبذل الأسباب
الأسباب التي تعين على الخروج بأفضل النتائج من هذه الأسباب بإذن الله. ولو نظرنا إلى حال الأسر فقد يختلف التعامل مع الأزمات من أسرة لأخرى، وطبعا حديثنا هنا للأسرة، ويتوقف ذلك عن عدة عوامل أود الإشارة إليها فقط بشكل مختصر. تفضلي. مدى تماسك الأسرة بين أفرادها، هذا له دور كبير في تجاوز الأزمات أو التقليل من أثرها، والمقصود طبعا هنا أنا أقصد بالتماسك هو التفاهم بين الأفراد، كيف كانوا قبل الأزمة، هل هناك في مساحة للحوار، هل هناك في تبادل الآراء على طبعا جميع مختلف الأعمار داخل المنزل. كلما كان هناك تماسك كلما زادت وكانت النتائج أقوى وأفضل. نعم. أضف إلى هذه العوامل أيضا المستوى الإيماني والعلمي والثقافي لأفراد الأسرة، وعماد الأسرة هم الزوجين الأب والأم. صحيح. فكلما كان لديهم وعي أكبر كان هناك ماذا؟ كان هناك رؤية جيدة، توصيح للأمور، إيجاد بدائل للمشكلات، بمعنى القدرة على إدارة الأزمات. هذا يتطلب الآن من الأبوين أو الزوجين زيادة في رفع مستوى الوعي لديهم. من العوامل أيضا المؤثرة عدد أفراد الأسرة وحجم المسكن، فلا يخفى على الجميع كلما كان عدد الأفراد أكبر وكلما مثلا هل المسكن صغير هل المسكن كبير، هذا له دور في عملية الضبط وإدارة الأزمة. نعم. وحقيقة في هذه الدقائق البسيطة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها أوجه حديثي إلى الأب والزوج والمربي. تفضل. وبداية دعونا نستحضر المربي القدوة وهو النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عندما سئلت عائشة رضي الله عنها قالت كيف كان رسول الله، عندما سئلت قالوا كيف كان رسول الله، قالت كان في حاجة أهلي. ما معنى حاجة أهلي؟ أي كان في خدمة أهلي، فإذا حضرت ولا خرج. الأب والمربي هو عماد البيت، والرجل بفطرته جبل على السعي وطلب الرزق للإنفاق على أهل بيته، وما يحدث الآن في ظل هذه الأوضاع قد يشكل عبء نفسي على الزوج أو على الأب، وهذا ينعكس بطبيعة الحال على أفراد الأسرة. صحيح. لدي بعض التوجيهات، وقبل ذلك أود إشارة إلى بعض المفاهيم الخاطئة، تسمحوا لي أستاذي. نعم. المفاهيم الخاطئة لدى بعض المربين، هو يراها من زاويته أنها صحيحة وهي في الحقيقة ذات أثر قد يكون سلبي كبير على واقع الأسرة، ويحتاج إلى تصحيح خاصة في ظل هذه الظروف. مثال، أحيانا النزعة إلى المثالية والإصرار عليها، خاصة في تواجد الأب دائما في داخل البيت، سيقع تنظر على أشياء لم يعهدها وسيقف على سلوكيات لم يكن يعرفها، قد يكون النزعة إلى المثالية والإصرار عليها في هذه الفترة عنصر قوي في إثارة مكامن النزاع داخل الأسرة. أيضا لدى البعض مفاهيم لا ينبغي إظهار الغضب والحزن من الأبناء أو من الزوجة أمام المربي، لأنه ينظر إنه هذا قد يقلل من قدره، وهذا طبعا يعني يترك أثر سلبي، ولأنه السماح بإظهار المشاعر باعتدال يساعد على ضبطها واحتوائها. صحيح. من ضمن المفاهيم أيضا الخاطئة أن الآباء دائما على حق، ينظر المربي أنه دائما على حق، على حق، فمن يخالفه أكيد يعني حينعكس على سلوك المربي في التعامل مع المتربي. أيضا من بعض المفاهيم الخاطئة يجب اتباع تعليمات الوالدين كما هي، وهذا أيضا من أحد المفاهيم الخاطئة. سياسة إطفاء الحريق، ماذا نعني بسياسة إطفاء الحريق؟ وهي عدم التدخل في حل المشكلة داخل الأسرة إلا بعد وصولها إلى مرحلة متقدمة، وهذه نقطة تحتاج لوعي المربي وإلهام التام بواقع أسرته خاصة في هذه الفترة الساخنة. البعض من المفاهيم الخاطئة أيضا رفض مبدأ التشاركية في الأمور الحياتية المعتادة. صدقت. وهذا يخالف، نعم، وهذا يخالف مبدأ الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم يعني منهجه من منهج الشورى، منهج أساسي في سنة صلى الله عليه وسلم، وأثبت فعالية هذا المبدأ. نعم. إضافة إلى أنه يعني وجه الخطاب للمربي والزوج والأب وأقول كم عدد المرات التي تمنيت قضاء وقتك مع أهل بيتك وأبنائك، وبسبب الانشغالات العمل ومتطلبات الحياة كان هذا عائق. الآن الفرصة ذهبية لتعويض ما فات. صحيح. والنظر بإيجابية لبقاء الأب الآن مع أهل بيته. دور المربي الآن أن يستجمع مهاراته في إدارة الشدائد ويستخدمها في حماية أسرته. نعم. رسالة أخيرة تختمين بها أستاذة مريم؟
حاضر. الاطلاع على أوصي الجميع المربي والمتربي، الاطلاع على المنهج النبوي في حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل بيته، وكانت عليه هموم الأمة ليل نهار، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يرى إلا متبسما صلى الله عليه وسلم. وكانت فالآن دور المربي والقدوة على صناعة التماسك داخل الأسرة. وهناك قاعدة جميلة تقول عندما يكون هناك تغيير يكون هناك فرصة للتطور. وإذا تسمح لي أستاذي بهذه الإضافة البسيطة. تفضلي. طبعا أولى الناس بإدارة الأزمة وإعطائها لخصهم أهل بيت الإنسان، أهل بيت المربي. وقد يرى الرجل التعاون طبعا المتبادل بين أفراد الأسرة ضروري في هذه الفترة. اتباع الأب والأم لسلوك تربية واحد ضروري في نشر السكينة داخل البيت. عندما يرى المربي أمر إيجابي أو أمر جيد عليه الاعتراف به، والاعتراف بالتحسين يزيد من ماذا؟ يزيد من الدافعية للإنجاز والرضا. الكل بيقول نمارس الرياضة، نعم ممارسة الرياضة نركز عليها جدا جدا، لأنه أثبتت علميا أثرها في تفعيل تغيير أوسع وتغيير عادات إيجابية أخرى. هذه نقطة جزئية مهمة، وهي أيضا عبارة عن عمل جماعي يحفز على الاستمرارية. نشر الطمأنينة داخل الأسرة، نشر الابتعاد عن البحث عن الأخبار من مصادر غير رسمية، هذه أنا أرى أنها جدا مسؤولية الأب أو الزوج داخل الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بئس مقية الرجل زعموا، أي قالوا وسمعنا وهذا الموقع الفلاني. الآن نتوقف عن أي استماع لمصادر غير رسمية. لا تسمح للآخرين بالتدخل في حياتكم الأسرية. وطبعا في حال وقوع مشكلات يتواصل مع المختصين، هذا أفضل بالنسبة لواقع الأسرة. بعض في تجارب جميلة طبقت داخل الأسر، منها أحد المربين يذكر ويقول اتفقت مع ابني 17 عاما على أن يعلمني معلومة علمية كل يوم وأعلمه معلومة دينية. هذا جميل. طبعا يعني له أبعاد تربوية جميلة. صحيح. المربي الآخر يقول تولى ابني إمامة الصلاة، وهذه يعني قد يقول الجميع نعم فضل الله تعالى الجميع عمل مصلى داخل البيت، وهذا له أيضا أبعاد تربوية جميلة وتنشئ الاعتماد على النفس والاستقلالية. ختاما أيها الأب وأيها الزوج، كن الداعم والسند لأسرتك في هذه الأزمة، كن رحمة لأهل بيتك وعونا لهم، محتسبا الأجر والثواب عند الله. وأختم بكم كربتي قلق الفتى لنزولها لله في أعطافها أوصافه، جزاكم الله خير قناة المجد على هذه الاستضافة. نعم الله يرضى عنك على ما نثرت بين أيدينا من درر الأستاذة مريم سعيد الحربي، مشرفة برنامج أمومة في جمعية التوعية والتأهيل الاجتماعية واعي بالمدينة النبوية. شكرا جزيلا. يعني فعلا مثل ما تفضلت الأستاذة مريم أنه هناك أسباب كثيرة معينة على هذا التماسك، وعلى أن نجعل من هذه الأزمة إن صحت العبارة فرصة، لأن المتفائل دائما يرى في كل أزمة فرصة بخلاف المتشائم الذي يرى في كل فرصة أزمة. فكيف نستثمر هذه الأزمات ونحولها إلى فرص لنرتقي بأنفسنا وذواتنا ومجتمعاتنا؟ كلنا يشعر بحجم التفريط وكذلك بحجم المسؤولية، ولكننا انتقلنا من أزمة الوعي إلى وعي الأزمة. وكلما كان الإنسان أكثر انسيابية وصاحب نفس هادئة ومطمئنة في إدارة الأزمات، فإنه سيظفر بحاجته. دائما أهل الإطمئنان وأهل السكينة والمتفائلون هم الذين سيظفرون بمرادهم بإذن الله عز وجل. دائما العجلة الطيش، كذلك النفس الضيقة في التعامل. اليوم الناس جالسة في بيوتها، هنا يظهر كثير من معاني الأخلاق النبيلة، هنا تظهر السماحة، هنا البسمة، الإيثار. يعني مثل ما تفضلت الأستاذة مريم أنه هذه المعاني اليوم يجب أن تبرز كثيرا في الأسرة. يعني ما رأني النبي صلى الله عليه وسلم إلا تبسم، كان كثير التبسم لدرجة أنه يشعر صلى الله عليه وسلم كل من يراه أنه الأحب والأقرب إليه. فهذه المعاني يجب أن تجسد في البيوت، وأولى الناس ببسمتك ولطفك وعنايتك هم أهل بيتك. أنا قلت أن هذا البرنامج يعني جمعية الشقائق بجدة مشكورين دائما هم معنا على تواصل في هذا الإعداد وفي هذا التألق والألق.
ولعلي كذلك أسعد بمداخلة أخرى الأستاذة بدرية الحجيري وهي مدربة أمومة بالمدينة النبوية. السلام عليكم أستاذة بدرية. الله يحييك، أهلا وسهلا بكم. أنتم مدربة أمومة، والأزمة التي يمر بها العالم كله ربما ستتحول إلى منح كثيرة، من بينها ما سينعكس على الأسر. دعيني أستاذة بدرية أسألك، يعني الآن فترة المكوث في المنزل صارت فترة طويلة وهي اضطرارية إن صحت العبارة، فكيف يمكن أن تتعامل المربية أو من تقوم مقامها لأي ظرف من الظروف في مثل هذه الأحوال؟ تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حقيقي هي الفترة، هذه فترة حرجة تمر فيها المجتمع وكل العالم، وهي فرصة للمرأة والتي عليها الدور الأكبر في استقرار الأسرة ونجاحها والأسرة أن تكون متماسكة في البداية وتخطط لهذه الفترة أن تكون ناجحة، وأن تكون رسالتي لها أن تكون قدوتها السيدة خديجة رضي الله عنها، رضي الله عنها لما أتاها رسول الله سلم في خوف وهلع ومرض، كيف كانت له، كيف ورثته وكانت تقربه، كيف كانت له الأم والزوجة والحبيبة والصديقة. فرسالتي لكل امرأة اليوم وكل مربية وكل مسؤولة في أسرتها أن تكون قدوتها خديجة رضي الله عنها. فأريد أن تمر هذه الفترة بنجاح، وتكون هذه منحة من الله سبحانه وتعالى أن تعد أسرنا وبيوتنا الفترة هذه بنجاحات كثيرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون المربية مخصصة هذه الفترة بنجاح، بخطوات تبعد الأسرة عن الخوف والهلع، تؤملهم بأنه كما حزننا وعزلنا أبداننا عن هذا المرض أنه أيضا نعزل أنفسنا عن الذنوب والمعاصي، أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالاستغفار والتوبة، نتذكر قصة سيدنا يونس عليه السلام وفي ظلمات ثلاث وهو يردد لا إله إلا أنت سبحانه وتعالى من الظالمين. المربية هي الأساس، تستطيع أن تغرس في أبنائها وأسرتها كل الحب وتتعدى هذه المرحلة بنجاحات كثيرة بإذن الله، وتستطيع تكسر الجمود الذي سوف تعانيه الأسرة، تنهج أسلوب الأخذ والعطاء بفن، تناقش من حولها، تعلم أبنائها فن الحوار، تفعل أشياء كثيرة. تفضل. نعم تفضلي. أيوه، ايضا قد تقع في بعض السلبيات التي اتمنى انه تتدافعها كل سيده، مثلا ترك البيت، الفوضى، اهمال الزوج، عدم متابعه الاخبار بشكل ادخال الخوف والهلع من هذا المرض. فاتمنى ان تكون حسنة الظن بالله اولا واخرا، وان تحمي من حولها واسرتها بان الله سبحانه وتعالى معنا، وان الله سبحانه وتعالى يحمينا، تعلمهم الاذكار، تتدارس معهم، تجلس مع اسرتها في حوار، تحاول أن تحتوي كل نصيحتي لكل امرأة في هذه الفترة وكل مربية أن تتحلى بالصبر والرضا، وأن تتناسى وتنسى وتتغافل أشياء كثيرة، تحاول أن تجعل هذه الفرصة. نحن لا نغفل أن أسرنا الآن أصبحت تعاني كثير من المشكلات، عندنا طلاق عاطفي، عندنا مشكلات طلاق كثيرة، عندنا عزلة في البيت، عندنا اختلاف الأب والأبناء، فممكن هذه الفرصة تقترب مربية أنها تحاول أن تؤلف بين أسرتها وأن تغرس فيهم القيم وتجدد وترمم. فأتمنى من الله سبحانه وتعالى يوفقها ويثبت خطاها في هذا الأمر. فمن أشياء كثيرة يعني الأسر لو فكرنا مستقبلا لو كانت النظرة ثاقبة، أنه حتعاني الأسرة من مشكلة اقتصادية، وهذه مشكلة عالم ثاني، فممكن من الآن تخطط لفن الادخار، كيف يقدروا يكون في هنالك ادخار جماعي للأسرة الثانية. تحاول أيضا أنها تعلمهم أسباب الرزق من الاستغفار، الذكر، الصلاة، صلة الرحم، الصدقة، وأيضا عدم الإسراف، الإقلال من استخدام سلاك الكهرباء والماء بالكثرة. تحاول أيضا معهم أنها تعلمهم الكثير من مبادئ القيم وما يجعلهم ناجحين في حياتهم، تحدد معهم رؤياهم وتعرف ما هي ميولهم، وهي فترة جميلة جدا، ونتمنى ان الله سبحانه وتعالى يوفق كل مربية ان تستغلها بنجاح. يعني انت تفضلتي في البداية بذكر نموذج خديجة رضي الله عنها، وهي لها بذلك قصر او بيت في الجنة لا صخب فيه ولا نصب، لانها امنت للنبي صلى الله عليه وسلم بيتا لم يكن فيه لا صخب
ولا نصب ولا تعب، فكذلك سيكون لها ذلك القصر مثل ما هيأت تلك الظروف الجميلة لنبينا صلى الله عليه وسلم، فسيكون لها ذلك القصر وذلك البيت لا صخب فيه ولا نصب ولا تعب. الفترة الآن فترة القرب، يعني احنا دائما ممكن كنا نقول في عالم العلاقات لا تقترب كثيرا فتحترق ولا تبتعد كثيرا فتتجمد، لكن القرب الآن في البيوت كثير وهو نعمة وسيبقى نعمة، ولو عاش المرء عمره بين أسرته ما عد ذلك كثيرا، لكن قد تظهر بعض السلبيات، كيف يمكن أن نتجنبها؟ في سلبيات كثيرة ممكن تأتي الأسرة هذه الفترة، ولكن إذا ضبطت المربية الحكيمة وقت الأسرة، ضبطت الاستيقاظ والنوم في البيت، حافظت على أنهم يذكروا بعض الأذكار، وجعلت الثقة في أنفسهم، نوعت الطعام، ركزت على الطعام الصحي، تحاول تتجنب الغضب والصراخ والتفاوض بهدوء، تحاول أن تثير عبارات الحب واللطف تكون قريبة منهم، تحاول أن تجنبهم الخوف بأن الخوف والقلق يضعف المناعة، لابد أن يكون أكثر أمل بالله سبحانه وتعالى. نعم. تحاول تناقش زوجها أيضا يعني كان موجود بشكل هادي برفق، تعلم أبنائها كبر الحوار الراقي، تحاول أن تغرس فيهم قيم مبادئ أنه لابد أن نواجه صعوبات بقوة، وأننا أحد المؤمنين، والله سبحانه وتعالى قال في سورة السجدة أصلاً كان مؤمناً كما كان فاسقاً لا يكون، فلازم تعرف أنه أحد المتميزين، يعني مؤمنة ونساء مؤمنين وأسرة مؤمنة، بأننا نستطيع أن نقود هذه الفترة بنجاح بإذن الله تعالى. بإذن الله. هل هناك حلول للمربية حتى تخرج من هذه الفترة بغنيمة باردة؟ حقيقة تستطيع، مثلا إذا التمست ما هي أهداف وميول الأسرة والأبناء بالذات، تحاول أن توجههم تقومهم، تستطيع أن تجعل مثلا في هنالك مثلا لحظة تجتمع فيها الأسرة على فيلم وثائقي حواري مثقف، يتدارسون كتاب، تستطيع تخلي فيه أيضا خلق ساعة مرح، فتخلي الفترة دي قليمة باردة لكل واحدة ذكية في أسرتها. طبعا هنالك فرص كثيرة، مثلا مسابقات، جلسات أسرية يعني تتوجها بمبادئ وغرس قيم، تعلم مثلا برامج الإسعافات الأولية، تعلم الأبناء كيف يكونوا يغرسون الأنوثة، وتحاول الأولاد مع أبوهم كيف يفعل فيهم مثلا بخصوص اللي هي الذكورية والرجولة، تحاول أن تشرح وتنشر الحب والتعامل والأمل من أفراد الأسرة، فتجعل في يوم كل يوم يتعلموا منها معلومة، كل يوم يكون في قصة، أنا أرى أنها فرصة وغنيمة باردة لكل مربية ذكية. الله يسعدك، تفضلي. أتمنى التوفيق بإذن الله تعالى لأسرنا بإذن الله تعالى في هذه المحنة، وأن نخرج منها بأكثر نجاحات بإذن الله تعالى. نعم، شكرا لك جزيلا على ما نثرت بين أيدينا من درار الأستاذة بدرية حامد الحجيلي، مدربة أمومة بالمدينة النبوية على ساكنها الصلاة والسلام، شكرا جزيلا. فعلا الآن يعني فترة المكث هذه في البيت وفي المنزل، وهذا القرار الجميل والقرار والاستقرار الذي هو منبع الهدوء ومنبع الراحة، مثل ما تفضلت الأستاذة بدرية، نماذج عاطرة وكبيرة جدا في أن البيت هو المأوى وهو الاحتواء وهو السكن، القرب من الأبناء، القرب من بين الزوجين، القرب بين القرابة، يعني الذين الآن يعيشون في بيت واحد، فرصة لكثير من يعني إكمال إن صحت العبارة المشاريع التي كانت معطلة، فرصة لأن يغلق الإنسان الملفات التي كانت مفتوحة، الآن فرصة لأن تحاور أهلك وزوجتك وأن تحاور زوجك بهدوء، الفرصة الآن أصبحت مواتية وكبيرة لنجلس مع بعض ونقترب من بعض أكثر، أبنائك بحاجة إليك، بحاجة إلى لمستك الحانية وقربك، وأن تأخذ بأيديهم وأن تمسح على صدورهم وأن تمسح على رؤوسهم، يعني الآن لحظة القرب هذه ستشعر فيها أبنائك بالأمان وتشعرهم بلطفك، وستغرس فيهم معاني كبيرة، لأن الأبناء مثل ما قالت إحدى الأمهات، وكانت ابنتها الصغيرة تقرأ معها كتابا، يعني هي الأم ماسكة كتاب والبنت كانت كذلك معها كتاب على صغر سنها، يعني فسئلت كيف بنتك صغيرة ورغم ذلك تقرأ الكتب مثل ما تقرأين، فقالت إن الأبناء يقلدوننا
ولا يسمعوننا. يعني أنا عودت بنتي دائما على هذا المنظر، أن تراني بكتاب مع كتاب، فهي أخذت هذا، لأن الأبناء يقلدوننا ولا يسمعوننا. كذلك أسعد هنا باتصال الأستاذة سميرة فراج وهي مدربة أمومة بالمدينة النبوية. السلام عليكم أستاذة سميرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة، الله يحفظك يا رب. الآن مع هذه الفرص، مع هذا القرب، مع الأزمة التي حلت وبدأت تظهر فيها بوادر كثيرة من المنح والعطايا والخير، كيفية التعامل والتعايش مع الأبناء في هذه الفترة والمشاركة الفعالة داخل الأسر؟ تفضل يا أستاذتي. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف هذه الغمة عن بلادنا وعن بلاد المسلمين يا رب أجمعين. يا رب يا رب، بمنه وفضله ورحمته سبحانه وتعالى. في ظل الظروف الراهنة التي نعيشها مع هذا الوباء، ورغم صعوبة التعايش مع هذا الوضع، قد يبدو لنا الأمر سيء من ناحية عدم القدرة على ممارسة الحياة خارج المنزل. صحيح. لكن يتضح لنا الجانب المشرق في ذلك. قد يشعر بعض أفراد الأسرة بالضيق والحرج خلال هذه الفترة، فترة الحجر المنزلي، بعدم تعودهم على ذلك، خاصة الأبناء. فكيف تتعامل الأمة أبناءها بنجاح خلال هذه الفترة التي نمر بها ويمر بها العالم أجمعين؟ فبعض الإرشادات التي تعيننا جميعا وخاصة الأم في هذه الفترة. تفضلي. أولا، خلق الحوار الأسري مع الأبناء ورفع درجة الوعي لديهم وترسيخ أمر هام في نفوسهم، وهو بأن العزل أو الحجر المنزلي ليس مخصوص لذاته، وإنما هو واجب شرعي ومطلب وطني لكي يحمي الشخص نفسه ويحمي غيره، ويساهم أيضا في الحد من انتشار هذا الوباء، ويقدم وكل ما يقدمه أي شخص يقدم عزله ونفسه هو جهد متكامل للجهود العظيمة التي تبذلها دولتنا أعزها الله للحد من انتشار هذا الوباء الخطير. أجرنا الله وإياكم أجمعين. آمين. أيضا على الأم أن تطمن أبنائها بأن هذا الحجر مؤقت وليس دائم، وإن لله سبحانه وتعالى له المنة عندنا في أمن واستقرار ووسع رزق. وأيضا وإن هذه الفترة مؤقتة بإذنه سبحانه وتعالى، وستعود الحياة لمجاهرها الطبيعية بإذن الظن بالله سبحانه وتعالى، وإنه رحيم بنا وبخلقه. أيضا على الأمة الواعية أن تعيش مشاعر إيجابية وليس مشاعر متضجرة من هذا الوضع، بعيدا عن التشنج والضيق. نعم نعم. ومن المشاعر الإيجابية نشر البهجة والفرحة والسرور بين أفراد الأسرة، وعدم التشاؤم بهذا الوضع الذي نحن فيه، بل العيش بسعادة ورضا تام. الرضا التام هذا ضروري إنها تتعايش الأم مع أبنائها، فالسعادة تصنع ولا توها. فتقوم الأم بتوزيع الأدوار بين أفراد الأسرة، المهام فيما بينهم. أيضا الأم الواعية هي من تكسب أبنائها العديد من المهارات والمعارف بالدخول على المنصات والمواقع المفيدة. أيضا تعود أبنائها على المحافظة على الصلوات، الجماعة في المنزل، الأذكار، أيضا المحافظة على السنن والروافد، تعودهم على الاجتماع بينهم، ذكر. أيضا في نقطة مهمة وهذه فرصة أن نقتنيها في هذه الفترة، اللي هو تعويد أبنائنا على الصيام يوم الاثنين والخميس، وخاصة إنه في وقت فيه ساعة كبير من الوقت، وأيضا نربطهم بأنه هذا أنه دعوة الصائم له دعوة، فنتجلى بهذا الدعاء لله سبحانه وتعالى أن يكشف عننا الغمة. أيضا تعويد أبنائنا على اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع إليه في كل وقت،
وخاصة في وقت الشدة، والتعلق بالله سبحانه وتعالى إنه هو سيحمينا من هذا الوباء. نعم. ونعلم أن ركائز السلامة النفسية الشاملة في هذا الوباء ثلاثة أمور، هي الأفكار الصحيحة، المشاعر الإيجابية، أيضا السلوكيات الصحيحة. حقيقي أنا عجبتني يعني في وسائل التواصل عبارة جميلة كده في التواصل الاجتماعي، وهي أزمة كورونا والأحداث التي صارت في 2020 راح تكون قصة تتداولها من الأجيال. صحيح. جيل بعد جيل. عيدي لي الفكرة الصحيحة والمشاعر الإيجابية و المشاعر الإيجابية والسلوكيات الصحيحة. نعم. في جميلة في عبارة جميلة عجبتني في التواصل الاجتماعي، وهي أزمة كورونا والأحداث التي صارت في 2020 راح تكون قصة يتداولها الأجيال جيل بعد جيل، لكن نعلم أبنائنا أهم حدث في هذه القصة أنها السعودية باعت كل شيء واشترت شعبها. نعم. حقيقي مهما عملنا مهما قدمنا للوطن لا نستطيع أن نقدم ما قدمته لنا، وهذا كله محافظة على البشرية. صدقتي، وهذه جهود مشكورة مذكورة. تفضلي رسالة أخيرة أستاذة سميرة. نعم. وتفضلي برسالة أخيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكشف عننا وعن بلادنا وعن بلاد المسلمين وعن هذا الوباء، وإنها تكون يعني قصص نحكيها لأجيالنا، لكن بقصص نخرج منها بأشياء جميلة، يعني أشياء تحث أبنائنا على العطاء وخاصة لوطننا الغالي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعم الرخاء في بلادنا. يا رب. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله. صلى الله وسلم وبارك عليه. شكرا لك أستاذة سميرة بخيت فراج، وهي مدربة أمومة بالمدينة النبوية. شكرا لك على ما نثرت بين أيدينا من درر، وفعلا ختامها كان مسكا وذخرا وفخرا بجهود المملكة العربية السعودية التي سخرت كل شيء لينجو الإنسان وقدمت مصلحة الإنسان على كل شيء. يعني والقلب دائما يغلي هذا البلد، واللي سكن على أرض هذا البلد فهي بلد العز والأمجاد والشهامة وكل خير ونبل بإذن الله. إذن فعلا الذي كان يقرأ البداية والنهاية لابن كثير ويقرأ كثير من الكتب التي تحدثت على الأوبئة والأزمات التي مرت بالعالم كان يظن أن هذا ماض قد مضى مع تلك الأمم، ولم نكن أن نظن أنه في 2020 في أوج الحضارة وقوتها وفي أكبر موجة وصلها العالم في التطور يأتي فيروس صغير يطيح بالعالم إن صحت العبارة. والمعول دائما على رحمة الله، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيروس لا تراه الأعين دوخ العالم بأسره وأعاد الناس إلى أذهانهم ألا حول لهم ولا قوة إلا بالله، وتجسد هذا المعنى حقيقة، وإلا فهم يعلمون هذه المعاني، لكن تأتي مثل هذه الأحداث لتبين للعبد حاله. شكرا لكم أنتم مشاهدين الكرام، وكذلك الشكر لجمعية الشقائق بجدة دائما على حملتها آمنة مطمئنة. الشكر موصول لكم أنتم مشاهدين الكرام بعد شكر الله عز وجل. ولا يأس وربك الله، وكم من كربات مرت بنا كنا نظنها نهاية العالم فنجانا الله منها برحمته، كذلك ما نحن فيه الآن سينجينا الله منه ويصبح طيف ذكرى، وسيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي، والصبر هو إيجاد شيء آخر تقوم به. أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله الله الشافي ألهمنا.